هنري روم في موقع معهد واشنطن جعل دعم إيران لروسيا أكثر تكلفة عليها. يشير الكاتب إلى أنه رغم انعدام الثقة التاريخية بين روسيا وإيران، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى توطيد العلاقات بين البلدين، ويضيف أن هذا التقارب الكبير يتضمن عناصر سرية وعلنية، فقد أصبحت طهران أهم مورد عسكري لموسكو مع استخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية بشكل متكرر ضد المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. ويخلص الكاتب إلى دعوة واشنطن لفرض كلفة كبيرة جدا على طهران مقابل تحالفها مع موسكو والعمل مع الاتحاد الأوروبي على إدراج الكيانات الإيرانية الضالعة في برنامج الطائرات المسيرة والأسلحة على قوائم الإرهاب من دون استثناء الحرس الثوري الإيراني وسواه. إيمي ماكينون ورابي غريمر في فورين بوليسي: إيران وروسيا أقرب من أي وقت مضى. يعتبر الكاتبان أن طائرات الدرونز في مدن أوكرانيا التي دمرتها الحرب هي دليل على صداقة جديدة بين روسيا وإيران، وهي أحدث مؤشر على كيفية قيام دولتين من أكبر الدول المنبوذة في العالم بتوسيع تحالفهما في مواجهة زيادة العزلة الدولية وتفاقم المشاكل الاقتصادية. ويضيف الكاتبان أن التعاون الإيراني الروسي شمل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والمخابراتية إضافة إلى العسكرية، وأيضاً تسعى موسكو إلى توسيع علاقاتها مع كوريا الشمالية المزود الرئيس لأسلحة مجموعة فاغنر الروسية. ويختم الكاتبان بالتساؤل حول إمكانية مساعدة روسيا لإيران في تطوير برنامجها النووي بعد انهيار الاتفاق مع الغرب التي كانت موسكو طرفاً فيه. مارك دوبويتس وأوردي كيتري في موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: استراتيجية لسياسة أمريكية جديدة وشاملة بشأن إيران. يتساءل الكاتبان ماذا بعد اعتراف إدارة بايدن بفشل جهودها التي استمرت عامين لإحياء الاتفاق النووي مع إيران؟ ويوضحان أن ثورة الإيرانيين الجديدة مع الدعم العسكري الإيراني للنظام الروسي تمنح الرئيس جو بايدن والأغلبية من الحزبين في الكونغرس فرصة لرسم مسار جديد لتحرير إيران كما وعد الرئيس بايدن. ويقدم الكاتبان اقتراح استراتيجية شاملة أعدها فريق كبير من المتخصصين، وهي مؤلفة من 231 توصية لصانع القرار الأمريكي، وتشمل دعم الشعب الإيراني بشكل مكثف وممارسة ضغط قسري ومقيد وحاسم على النظام في طهران لمواجهة التهديد النووي لهذا النظام ووقف العدوان الإقليمي لإيران ومنع النظام الملالي من تهديد الأمن القومي ومصالح أمريكا. ويأمل الكاتبان في أن يكون اقتراحهما جزءاً من الخطة باء التي تعهدت إدارة بايدن بتطويرها في مواجهة النظام الإيراني. مايكل ماكوفسكي في نيويورك بوست: إسرائيل مستعدة لضرب برنامج إيران النووي إذا لزم الأمر، على أمريكا الاستعداد للعمل معها. يقول الكاتب إنها المرة الأولى منذ مدة تتحد حكومة إسرائيلية في تصميمها على منع إيران نووية بأي ثمن، مما يشكل تهديداً عسكرياً حقيقياً لإيران، وعلى إدارة بايدن عدم إهمال هذه المسألة كما حدث سابقاً مع إدارة أوباما، لاسيما أن الاتفاق النووي انتهى وأن البرنامج النووي الإيراني متفلت من أي قيود. وبالتالي على إدارة بايدن برأي الكاتب أن تبدأ بالتحضير والعمل عن كثب مع إسرائيل وتزويدها بما يلزم من أسلحة لضمان نجاح الضربة العسكرية إذا اختارت هذا المسار لإنهاء البرنامج النووي الإيراني.